حمد العواني بن لقيروان، تحية لكل مشاهدي ومتابعي القناة الوطنية الأولى. مباراة من الجولة 14، المباراة الأخيرة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، شبيبة القيروان النجم الرياضي للساحلي، مباراة للمتعة وللفرجة بعد قليل في ملعب العواني. قبل هذا الكلمة للاستجوابات المباشرة معك عاطف الأجبالي، ثم نعود للوصف والتحليل. شكرا شهير. إذن للحديث أكثر عن المباراة هاو معنا قيس عاشور ناطق رسمي باسم النجم الرياضي الساحلي، باش يحكي لنا على جديد النجم. قيس، كثرة هالايامات على التأويلات على المنتدب الجديد للنجم الرياضي الساحلي دانسو، يقولوا خطأ إداري هو سبب وراء عدم تأهيله، كان تفسر لنا. لا فما هذا خطأ إداري، المشكلة اللي فما فريق الغاني لم يقم برد المطلب اللي بعثته الجامعة التونسية لكرة القدم في شهاده نتاع الملكيه الاقتصاديه، والفريق هذا مش موجود على ريزو تي ام اس اللي هو لو ريزو دو ترانسفير، دونك اون اي تو بليجي دافوغ ريكور للفيفا باش يتاهلوا. حتى التو لم يقع تاهيله، اما ينجم يقع تاهيله معناها في الايام القادمه، ممكن معناها فما فوق تشانس باش يقع تاهيله ان شاء الله في الايام القادمه، ونجم الساحلي قام بالاجراءات الكل في في في, في الاوقات، معناها ما فما حتى خطا اداري. معناها مش كما يقولوا باش يقع تاهيله في الميركاتو الجاي، لا. لا لا، هو بالنسبه للتو التاهيل لم يقع حتى الان. نستناو في رد، فما كوميسيون في الفيفا اللي هي باش تنظر في التأهيل، خاطر الفريق الغاني حتى التو لم يرسل البطاقة نتاع اللاعب هذا، بطاقة الملكية الحقوق الاقتصادية يلزمو يرسلها، حتى التو لم يقع إرسالها، دونك ديك نلقاو حل الإشكال هذايا سوف يقع تأهيله. واضح قيس، واضح، شكرا على التوضيح. إذا أيضا معنا مقداد الطاهري المساعد مدرب الظاهري، مقداد الظاهري المساعد مدرب للشبيبة. مقداد، عادة ما لقاء أجوار بين النجم والشبيبة عادة ما رينا فيهم مطرح مزيانة وفيهم فرجة. الحمد لله، والله سيتان ديربي، هو ديما مقابلات الشبيبة والنجم الرياضي الساحلي عندها تابع خاص، لكن احنا ما ننساوش الشبيبة آخر مقابلة لعبتها كانت 17 ديسمبر، اليوم احنا 17 فيفري، براتيكمون شهرين. النجم الرياضي الساحلي ستون ايكيب كومبيتيتيف، توا معناها في البيك دو فورم نتاعها، كل واحد يعرف نقاط القوة ونقاط الضعف نتاعهم، إن شاء الله نسيي دو كونتري معناها لي بوان فور نتاع النجم الرياضي الساحلي، ونلعبوا على نقاط الضعف نتاعه، وان شاء الله مقابله تعدى في اجواء طيبه بقدره الله. شكرا، بالتوفيق ان شاء الله. رجع لك الكلمه شهير. شكرا لك عاطف. الشبيبه القيروانيه تستضيف اليوم النجم الرياضي الساحلي، نذكر بالوضعيه، جي اس كي في المركز العاشر ب 12 نقطه، صحبه المتلاوي ومستقبل جابس، والنجم الرياضي الساحلي مرتبه رابعه ب 24 نقطه في مباراه اليوم، يبحث من خلالها كل فريق على المواصله مع الانتصارات، باعتبار انه في جوله اخيره كل فريق كان انتصر. بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي ضيف القيروان اليوم في المرمى، مكرم البديري 16 معاه 6، وجدي كشريده 5، عمار جمال قائد الفريق 15، زياد بوغطاس 2، صدام بن عزيزة 25، كريم العواضي 29، محمد أمين بالعمر اللي يرجع بعد تعافي من الإصابة 19، ماهر الحناشي 10، يهب بالمساكني 18، فراس بالعربي 9، الجزائري كريم العريبي. بالنسبة للاحتياط، وليد كريدان حارس ثاني معه عمر كوناتي، مالك بعيو، حازم حاج حسن، علي البريقي، محمد المثنيني، وأحمد الرداوي المدرب كما هو معلوم، روجيل مير الفرنسي. الشبيبة القيروانية مع المدرب خالد المولهي، المرمى لعلي الفريوي رقم 13، 32 رامي بوشنيبا، 3 على دحنوس قائد الفريق، 23 سليم باشا، 15 جينيور توماس اللاعب الكامروني، 6 محمد المتيري، 21 الغيني الكالي تراوري، 17 اسامه الرمضاني، 10 محمد العويشي، 5 مصعب ساسي، و25 ليفواري لامين سيلا. بالنسبه للاحتياط، صابر الخلفاوي حارس ثاني مع حمزه الربعي، سيف الله المسكيني، مروان الرمضاني، ياسين الصالحي، اسامه ابو قره، وحمزه المصعدي. طاقم تحكيم المباراه، حكم رئيسي امامكم على الصوره، نعيم حسني المساعد الاول، وليد حراق المساعد الثاني، هيكل الضاوي، حكم رابع وليد المنصري، ومراقب المباراه السيد رشيد الباروني. تقريبا لحظات وتنطلق المباراه في ملعب العواني. كان امامكم على الصوره رجل مير 77 سنه المدرب الحالي للنجم الرياضي الساحلي، ثاني مباراه في البطوله بالنسبه وثالث مباراه في البطوله بالنسبه لي هو، ايضا نفس الشيء بالنسبه لخالد المولي امامكم على الصوره، المدرب النجم نقولوا الشاب مازال في بدايه الطريق، خالد المولي امام الاستاذ رجل مير، لمن سيكون التفوق اليوم، لمن ستكون الكلمه
في مباراة تحمل من الأرقام عدد 72 في مواجهة لزوز فرق سابقا الأفضلية، كانت للنجم الرياضي الساحلي ب 44 انتصار مقابل 15 للجي اس كا، والرقم الإيجابي أنه دائما ما كانت حاضرة الأهداف في المباريات الأخيرة بين الشبيبة القيرواني والنجم الساحلي سواء في القيروان أو في سوسة لحظات. ويعطي الحكم نعيم حسني إشارة انطلاق المباراة، سادس مباراة هذا الحكم في الرابطة المحترفة الأولى، الثالثة اللي سافرها للإتوال والثانية اللي حاضرة فيها جي اس كا، وانطلاق المباراة بامتلاك أول للشبيبة القيروانية. الشبيبة اليوم على ميدانها أمام جماهيرها أمام النجم الرياضي الساحلي، مباراة أكيد ستكون مشوقة. يتيع عمار جمل على الصورة قائد النجم الرياضي الساحلي اللي يلعب اليوم في خطة ظهير أيسر مع تواجد أحمد الرداوي على مقعد البدلاء، الإطوال اللي غيب عليها ياسين الشيخاوي، أيضا الفنزويلي داروين غونزاليس ومرتضى بن والناس. في المقابل زوز غيابات في الشبيبة، هيثم العيوني ورياض الفريوي. ترجع الكرة بضربة 6 أمتار للحارس علي الفريوي. الذهاب كان تذكره في ملعب سوسة مباراة الافتتاحية في البطولة، كان ربحها الإطوال 3-0 ثنائية وقت اليمين الشرميتي وهدف لإيهاب المساكني. أمين الشرميتي خرج من الإطوال، إيهاب المساكني موجود في التشكيلة الأساسية اليوم. ترجع الكرة من عمار جمل في وسط الميدان، يحاول النجم الرياضي الساحلي يضغط من البداية للوصول لمرمى علي الفريوي. ترجع الكرة من الحارس علي الفريوي، أمامكم على الصورة يلعب مع الكامروني جونيور توماس المنتدب في الميركاتو الشتوي. طويلة الكرة مقطوعة من دفاع النجم الرياضي الساحلي لوجدي كشريدة قبل ما تخرج للتماس. ترجع كرة للشبيبة القيروانية غير موجودة المخالفة، ترجع الكرة والامتلاك للنجم الرياضي الساحلي، طويلة للجزائري كريم العريبي لكن قبله موجود سليم باشا. باشا يحط الكرة في التماس، هذا هو أمامكم المدافع سليم باشا اللي يرجع أيضا للتشكيلة الأساسية. كرة للنجم الرياضي الساحلي، بن عمر في وسط الميدان، بن عمر اللي غاب على الميادين في الفترة الأخيرة بعد الإصابة، يرجع اليوم إن شاء الله سلامات لمتوسط ميدان النجم الرياضي الساحلي والمنتخب الوطني التونسي محمد أمين بن عمر إلى كريم العواذي. يمشي العواذي يرجع بالكرة لوجدي كشريدة، كشريدة العودة للخلف لزياد بوغطاس صانع انتصار الإتوال في ملعب رادس أو في ملعب المنزه أمام النادي الإفريقي. 1-0 المباراة الأخيرة اللي كان انتصر فيها النجم الرياضي الساحلي. يمشي الكرة زياد بوغطاس، بوغطاس يبحث عن الحلول، يلعب كرة طويلة مع كريم العريبي، يعمل الكنترول تضيع الكرة على الجزائري ولكن يرجع الامتلاك من جديد للنجم الرياضي الساحلي. بن عمر إلى إيهاب المساكني، المساكني بن عمر مرة أخرى، ترجع الكرة دائما للإتوال كريم العواذي. النجم بدأ بامتلاك للكرة، قاعد يحاول الوصول لمناطق الشبيبة القيروانية خاصة أنه أرضية الميدان ممكن تعاون أيضا الملاعبية الفنيين، أرضية من أفضل الأرضيات خلينا نقولها صراحة في ملاعبنا هذا الموسم. أرجع الكرة من بن عمر إلى إيهاب المساكني، يعمل الكنترول تدخل من جونيور توماس ويرجع الامتلاك للنجم. كرة من العواذي طويلة في الرواق الأيسر، يمشي عمار الجمل، تخرج كرة للتماس أو لا، تضرب في عمار الجمل وترجع تماس للشبيبة القيروانية. التماس للشبيبة آخر زوز مواجهات كان الفوز فيهم للنجم الرياضي الساحلي، هذه الإعادة مرة أخرى. والتعادل يغيب على المباريات الأخيرة بين الزوز فرق، نستناو اليوم هل يكون عودة للتعادل أو أن النجم ينتصر والشبيبة. كلها أرقام أكيد ستتغير مع نهاية التسعين. وعودة الكرة بتماس لعمار الجمل، جمل يلعب الكرة مع فراس بالعربي الموجود أيضا في التشكيلة الأساسية، فراس بالعربي منذ البداية مع رجيل مير. هذه كرة ولا تحضير من جهة يمنى نشيطة جدا أكيد ستكون مع ماهر الحناشي. الحناشي رغم تقدمه في السن لكن مردوده مازال غزير إلى حد الآن. أرجع الكرة من توماس جينيور في وسط الميدان للشبيبة القيروانية اللي حاول الشبيبة أنه يوصل أكثر لمناطق النجم الرياضي الساحلي. مصعب ساسي، ساسي عنده الكرة، يخرج الكرة للامين السلا والتدخل من الدفاع في الوقت المناسب. يرجع بن عمر يغطي على الكرة، قبلها إشارة من نعيم حسني بوجود ضربة المخالفة، تنفذ كرة بسرعة. محمد أمين بن عمر إلى فراس بالعربي، يمشي بالعربي يرجع لصدام بن عزيزة إلى كريم العواذي.
عواضي محمد امين بن عمر، بن عمر يمشي له وجدي كشريدة على الجهة اليمنى، يخير باش يرجع للوسط الدفاع لصدام بن عزيزة، صدام بن عزيزة يقدم إلى كريم العواضي، عواضي مازال محافظ على الكرة النجم الرياضي الساحلي، الرواق الأيمن لوجدي كشريدة، كشريدة العودة لمحمد أمين بن عمر، يمشي قدم بن عمر، يلعب الكرة مع العواضي، يرجع البوغطاس للعواضي مرة أخرى، كل المنافذ مغلقة تقريبا من دفاع الشبيبة القيروانية، رغم أنه الأفضلية إلى حد الآن للنجم الرياضي الساحلي، كرة من كريم العريبي ولكن الراية موجودة من المساعد الأول وليد حراق على الصورة، باش ترجع الكرة بمخالفة التسلل للشبيبة القيروانية. حكيت على كريم العريبي اللي كان حاضر في المباراة الأخيرة من دور المجموعات في كأس الكاف أمام ساليتاس البوركيني، كان ضاع كرة تقريبا وجه لوجه مع الشباك حتى خارج الميدان، كرة كان ممكن يرجع من خلالها النجم الرياضي الساحلي بثلاث نقاط أولى في مجموعته بعد هزيمة أولى ضد النادي الرياضي الصفاقسي في الجولة الأولى في ملعب سوسة، وثم النقطة التعادل اللي يرجع بها أمام ساليتاس في انتظار ملاقاة الأحد القادم رانجرز النيجيري اللي كانت عادل مع النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب صفاقس. ترجع الكرة لعمار الجمل، يمشي الجمل يحاول يتعدى ولكن موجود دفاع الشبيبة القيروانية، تخرج الكرة للتماس، تخرج كرة للتماس، إشارة المساعد الثاني هيكل الضاوي يخلي الكرة محمد العويشي تخرج وتغادر الميدان، هذه الإعادة للتدخل الأخير أمام عمار الجمل والكرة تغادر الميدان والتماس يعود للشبيبة القيروانية، يمشي العويشي يرجع الكرة الغيني الكاليتراوري لحارس المرمى علي الفريوي، الفريوي يرجع كرة كيف ما جات العويشي بالراس ما يخوهاش يا خو عمار الجمل، ترجع الكرة للشبيبة القيروانية طويلة في اتجاه محمد العويشي لكن أسبق منه موجود صدام بن عزيزة، صدام ما تخرجش الكرة لكن ترجع لمحمد المطيري، المطيري يوزع الكرة في منطقة فارغة ولا لاعب موجود من جانب الشبيبة القيروانية في الاستقبال، وتعود الكرة ساحلية للنجم الرياضي الساحلي بسرعة، كريم العواضي إلى محمد أمين بن عمر، بن عمر يحاول يتعدى النجم الرياضي الساحلي ولكن الوقفة الدفاعية إلى حد الآن ممتازة للشبيبة القيروانية بقيادة المدرب خالد المولهي، ما عندوش تجارب كبيرة في عالم التدريب، مازال يخطو خطواته الأولى في التدريب في تونس، ننتظر النتائج كيف ستكون مع هذا المدرب بالنسبة للشبيبة القيروانية خاصة بعد تعدد المدربين سواء للشبيبة أو للنجم الرياضي الساحلي، شبيبة نذكره مع أبو رمضان ثم عامر دربال، مباراة لحافظ الحمزاوي ثم خالد المولهي ياخذ المقاليد، ايضا النجم الرياضي الساحلي اللي انطلق مع شهاب الليلي، بعده البلجيكي جورج ليكانز، ايضا ما ننساوش توفيق زعبوب كان موجود وقت اللي استنجد به النجم الرياضي الساحلي صحبة البلجيكي باتريك ديويلد، ثم عودة لومير لحظيرة النجم الرياضي الساحلي، نتائج ايجابية في البطولة، فوز على الملعب التونسي في سوسة وثم ايضا فوز على النادي الافريقي في ملعب المنزه، تعود الكرة لمحمد المطيري، المطيري مقطوع الكرة يصلح جينيور، تمشي لرامي بوشنيبة على الجهة اليمنى لدفاع الشبيبة القيروانية، ياخذ الكرة العويشي يلعب يتيح المطيري والحكم يقول تماس، هذه الإعادة مرة أخرى للقطة الأخيرة والتدخل أو ضربة مخالفة بسرعة تتنفذ لمحمد العويشي، يلعب العويشي مع السلا مقطوعة من محمد أمين بن عمر، يمشي بن عمر يراوغ يتعدى والمخالفة، ضربة المخالفة للنجم الرياضي الساحلي، تمشي كرة لكريم العواضي لوجدي كشريدة، نسق مازال منخفض في مباراة اليوم، ننتظر الفرص ولما الأهداف، قلت أنه عادة ما كانت الأهداف حاضرة في مواجهات الشبيبة والنجم الرياضي الساحلي، خذوا عندكم 26 مباراة متتالية حضرت فيها الأهداف وحضرت فيها الفرجة، غاب فيها التعادل دون أهداف، ننتظر مباراة اليوم كيفاش باش تكون النتيجة، والكرة لمحمد أمين بن عمر إلى فراس بالعربي، يرجع لبن عمر، يمشي محمد أمين بن عمر يدخل منطقة الجزاء، عمار الجمل
كرة إلى فراس بالعربي مقطوعة أخوها محمد العويشي والمخالفة ضربة المخالفة للشبيبة القيروانية. هذه الإعادة ثم بلبلة كانت في دفاع النجم الرياضي الساحلي وتدخل فراس بالعربي مع محمد العويشي وضربة المخالفة للشبيبة القيروانية. أولى الكرات الثابتة تقريبا في مباراة اليوم للشبيبة. على الكرة موجود حمل القميص رقم 5 مصعب ساسي اللاعب السابق للنادي الصفاقسي وأيضا للنادي الرياضي البنزرتي. مصعب ساسي حط الكرة في مكانها ننتظر التنفيذ وإشارة الحكم نعيم حسني. يرفع كرة في منطقة الجزاء تخرج من الدفاع. أرجع كرة والامتلاك للنجم الرياضي الساحلي فراس بالعربي بعكس الهجمة. فراس بالعربي يوزع الكرة لكن تضرب في مصعب ساسي وترجع من جديد في هجمة للشبيبة القيروانية. أسامة الرمضاني، رمضاني للعويشي، العويشي يلعب الكرة لرامي بوشنيبة، بوشنيبة يوزع كرة استيلاء داخل منطقة الجزاء. شو يعمل بالكرة؟ يصوب يصوب والمطالبة بضربة جزاء، المطالبة بضربة جزاء ولمسة اليد من لاعبية الشبيبة ولكن الحكم نعيم حسني يقول يتواصل اللعب وترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي. أولى الفرص تقريبا في المباراة من الإيفواري لامين سيلا للشبيبة القيروانية. هذه الإعادة مرة أخرى والكرة من لامين سيلا أمام لاعب النجم الرياضي الساحلي. ترجع الكرة حاليا في مناطق الشبيبة وتخرج الكرة ترجع لماهر الحناشي. يوزع الحناشي كرة ترجع من الدفاع من جينيور. جينيور يخرج الكرة ترجع للنجم الرياضي الساحلي من جديد. كريم العريبي بالراس لمحمد امين بن عمر والتماس يعود للشبيبة القيروانية. كرة التماس للشبيبة بعد ضغط اخير كان من لاعبيه الشبيبه في مناطق النجم الرياضي الساحلي وكره تعود والنقاشات زايده مع حكم المباراه. حكم علنش على المخالفه هو صاحب القرار الاخير. هذه الاعاده مره اخرى كره كانت من رامي بوشنيبه لكن قبلها هذه اعاده مره اخرى للقطه النجم الرياضي الساحلي. ننتظر ارجاع الكرة للعب. يمشي رامي بوشنيبة للعب كرة التماس. رامي بوشنيبة أمام كما الحكم نعيم حسني سادس مبارياته في الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم. كان حاضر قلت في زوز مباريات سابقة صفر فيها للنجم الرياضي الساحلي. جولة رابعة ربح فيها المستير 5-2 وجولة ثامنة تعادل فيها مع السيابي في ملعب سوسة 1-1. أيضا الثانية للجي اس كا بعد جولة سادسة خسر فيها هنا في القيروان امام تطاوين 1-0. تعود الكره والتماس للنجم الرياضي الساحلي. عمار جمال الكابتن وقائد الفريق يلعب كره التماس. البحث عن كريم العريبي ولكن كره مقطوعه من ايكالي تراوري الى مصعب ساسي. يمشي مصعب ساسي يتيح مصعب ساسي والمخالفه ضربه المخالفه على مصعب ساسي. هذه الاعاده مره اخرى للكره اللي طالب من خلال النجم الرياضي الساحلي او الشبيبة القيروانية بضربة الجزاء. يد بوغطاس كانت مفتوحة وصراحة اللمس موجود على كل القراءة الأخيرة دائما لحكم المباراة. تعود الكرة وضربة الستة أمتار لحارس النجم الرياضي الساحلي مكرم البديري. أمامكم على الصورة الإيفواري لامين سيلا أخطر اللاعبين إلى حد الآن في الشبيبة القيروانية. كرة تمشي لدفاع النجم الرياضي الساحلي. كريم العواضي الى جنب عمار الجمل. بوغطاس ياخذ الكره يمشي بوغطاس يقرب لوجدي كشريده في الجهه اليمنى. وجدي كشريده العوده الى بوغطاس مره اخرى. صدام بن عزيزه صدام الى عمار الجمل مره اخرى. عمار الجمل ايش يعمل بالكره؟ غير موجوده الحلول. العوده لمحور الدفاع من صدام بن عزيزه الى محمد امين بن عمر. تبديل كلي من اليسار لليمين. يمشي محمد امين بن عمر كريم العواذي. عواذي رجع الكره لبوغطاس الى محمد امين بن عمر مره اخرى. البحث عن وجدي كشريده ياخذ الكره. وجدي كشريده يوزع في منطقه الجزاء الكره الاخيره وتخرج من دفاع الشبيبه من رامي بوشنيبه. يخلط على الكره محمد امين بن عمر الى صدام بن عزيزه. يمشي بن عزيزه يوزع كره طويله في مناطق الشبيبه ويخلطش على الكره. ماهر الحناشي في اللقطة الأخيرة
ما يخلطش على الكرة، ترجع ضربة 6 أمتار للشبيبة القيروانية، هذه الإعادة. يرجع حارس الشبيبة علي الفريوي الكرة بضربة 6 أمتار. وصلنا تقريبا 4 ساعة لعب في هذا الشوط الأول، دائما النتيجة متعادلة دون أهداف، مع غياب ممكن فرص واضحة إلى حد الآن في المباراة، باستثناء تقريبا الكرة اللي طالب من خلالها دفاع هجوم الشبيبة بضربة جزاء. ما شفناش برشا كرات في مباراة اليوم في 4 ساعة أولى. تمشي كرة لمحمد أمين بن عمر اللي يرجع للخلف، يلعب مع زياد بوغتاس إلى وجدي كشريدة، يمشي كشريدة يلعب الكرة مع كريم العريبي، العريبي حافظ على الكرة، النجم الرياضي الساحلي يلعب الكرات القصيرة، والوصول لمرمى رياض الفريوي إلى حد الآن صعب جدا، كرة والتوزيعة والتدخل من دفاع الشباب القيرواني عكس الهجمة في اتجاه لامين السلا، يتيح لامين السلا وترجع الكرة لعمر الجمل، محمد أمين بن عمر، صدام بن عزيزة، كرة قبل التماس يخلط عليها في راس بالعربي، مقطوعة الكرة من لامين السلا، كرة في وسط الميدان لكالي تراوري، ترجع الكرة دائما للشبيبة القيروانية، هجمة معاكسة من أسامة الرمضاني، رمضاني مقطوعة الكرة، مقطوعة الكرة وتعود للنجم الرياضي الساحلي، يمشي وجدي كشريدة، كشريدة مازال محافظ عليها معاه جونيور توماس، يتعدى وجدي كشريدة في منطقة الجزاء الكرة والترويض، ولكن كرة تعود للشبيبة القيروانية، مصعب ساسي قبل التماس، مصعب ساسي هجمة للشبيبة القيروانية، مصعب ساسي يتعدى مصعب ساسي ويتيح ضربة المخالفة، التدخل من زياد بوغتاس، ضربة المخالفة للاعب الشبيبة القيروانية مصعب ساسي. أمامكم على صورة زياد بوغتاس بعد اللقطة الأخيرة، هذه الإعادة، فنيات كبيرة لمصعب ساسي، يحاول المرور والتدخل من زياد بوغتاس، يرتكب المخالفة، مخالفة للشبيبة بعد ما كانت كرة أولى ومخالفة على الجهة اليمنى، المرة هذه على الجهة اليسرى، ضربة المخالفة، يمشي على الكرة محمد العويشي وأيضا مصعب ساسي. في توقيت 17 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، ما زلنا ننتظر الأهداف، مباراة متعادلة، تعادل أبيض إلى حد الآن، يرفع كرة في القائمة الثانية، الرأسية من بوشنيبة، رأسية رامي بوشنيبة فوق مرمى الحارس مكرم البديري. أمامكم على الصورة الظهير الأيمن للشبيبة القيروانية، والرأسية فوق المرمى، فوق المرمى الرأسية، وضربة الستة أمتار قبل الحكم نعيم حسني، يمشي يحكي مع المدرب خالد المولهي، يلزم الجلوس في المكان المخصص وعدم تجاوز الخطوط بالنسبة لخالد المولهي. نعيم حسني أمامكم على الصورة مع المدرب خالد المولهي، مباراة نظيفة إلى حد الآن، مباراة بكل روح رياضية قاعدين يلعبوها زوز فرق، إن شاء الله تتواصل سلامات، إن شاء الله ما نشوفوش فيها برشا مناوشات وبرشا نقاشات، وكله لمصلحة المتابع والمشاهد. يرجع نعيم حسني لوسط الميدان، ويرجع خالد المولهي للمنطقة المخصصة للمتابعة والتوجيه، تمشي كرة للنجم الرياضي الساحلي لوجدي كشريدة، وجدي كشريدة زياد بوغتاس، بوغتاس يلعب الكرة بسرعة مع صدام بن عزيزة، صدام بن عزيزة يلعب كرة في اتجاه إيهاب المساكني، مقطوعة كرة المساكني، ترجع للشبيبة القيرواني من سليم باشا، طويلة كرة سليم باشا، أسبق منه موجود الحارس مكرم البديري إلى المدافع زياد بوغتاس، يمشي زياد بوغتاس، المواجهة الأخيرة في القيروان هناك كان ربحها جي اس كا في نوفمبر 2017 1-0، ولكن كيف ما قلنا آخر مباراة متعادلة دون أهداف كانت في ذهاب 96-97، ننتظر اليوم كيفاش باش تكون النتيجة، ولا كرة للنجم الرياضي الساحلي محمد أمين بن عمر، يقدم بن عمر لمناطق الشبيبة، بن عمر يمر بالكرة إلى كريم العواذي، العودة لبن عمر مرة أخرى، بن عمر غير موجود الحلول، يلعب مع كريم العريبي ليرجع، شوف كريم العريبي يعني يرجع لوسط الميدان باش ياخذ الكرة، كرة طويلة من بن عمر لكن موجود جينيور يرجع الكرة كيف ما جات دائما لدفاع النجم الرياضي الساحلي زياد بوغتاس إلى محمد أمين بن عمر، قاعد ياخذ في كل الكرات تقريبا في دائرة وسط الميدان محمد أمين بن عمر، بن عمر
مازال محافظ على الكرة، يخرج لوجدي كشريدة في الرواق الأيمن، ولكن مقطوعة الكرة من مصعب ساسي، ولا مخالفة مرة أخرى للشبيبة القيروانية. الشبيبة القيروانية هذا الموسم في 7 مباريات على ميدانها عملت 2 تعادلات 2 انتصارات و3 هزائم، يعني الأرقام ماهيش إيجابية بالمستوى المطلوب بالنسبة للشبيبة. في المقابل النجم الرياضي الساحلي خارج ميدانه في 6 مباريات سابقة 3 تعادلات 2 انتصارات وهزيمة كانت في جابس أمام المستقبل. تعود الكرة حاليا لكريم العواضي إلى صدام بن عزيزة، بن عزيزة يمشي بالكرة زيادة بوغطاس، كل الكرات بالنسبة للإتوال تنطلق من حارس المرمى البديري للدفاع الوسط الميدان مرورا إلى الهجوم في منطقة الجزاء. كرة تخرج للتماس بعد تدخل مرة أخرى من جينيور توماس، وتعود الكرة من جديد للنجم الرياضي الساحلي كريم العواضي. عواضي شو يعمل بالكرة؟ كريم العواضي يلعب طويلة على عمار جمال تمشي للتماس، التماس يمشي ويعود للشبيبة القيروانية. تماس يعود للشبيبة ورامي بوشنيبة في التنفيذ، اللاعب السابق للترجي الجرجيسي موجود مع الشبيبة القيروانية، والتماس مرة أخرى يعود للشبيبة ولكن من مكان مغاير، أو هي ضربة لمخالفة، مخالفة بعد تدخل الأخير، تغيير الكرة من رامي بوشنيبة ورد ضربة لمخالفة. وين موجود روجيرو ميرا أمامكم على الصورة، صاحب 77 سنة المدرب الحالي للنجم الرياضي الساحلي من أجل الانتصار الثالث على التوالي في البطولة. ترجع الكرة من محمد المتيري إلى مصعب ساسي، ساسي ساسي حاول يتعدى بالكرة، تماس للشبيبة القيروانية، تماس لم يحسن الترويض محمد العويشي، وضيع الكرة ترجع بتماس، يمشي عمار الجمل كالعادة في التنفيذ على الجهة اليسرى. اليوم عمار جمل في خطة ظهير أيسر، وجدي كشريدة على اليمين، زياد بوغطاس وصدام بن عزيزة في محور الدفاع بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. في المقابل الشبيبة مع رامي بوشنيبة على اليمين، على دحنوس القائد على اليسار، سليم باشا وجينيور توماس في محور الدفاع. ترجع الكرة دائما للنجم الرياضي الساحلي وجدي كشريدة، كشريدة في الرواق الأيمن قدامه على دحنوس، يتعدى وجدي كشريدة يوزع كرة في منطقة الجزاء، يخلط على الكرة فراس، ممتاز الترويض من فراس بالعربي، فراس بالعربي، العودة لعمار الجمل، جمل كرة لكريم العواضي، عواضي باش يبدل كليا في اتجاه ماهر الحناشي على الرواق الايمن. ترجع الكره للشبيبه القيروانيه من رمضاني الى وسط الميدان، وين موجود الكالي تراوري، ترجع الكره ضايعه للنجم الرياضي الساحلي، كرات ضايعه سواء من هذا الجانب او من هذا او من ذاك الجانب، باعتبار انه الى حد الان ما ثماش تركيز كبير في الحقيقه خاصه في منطقه الجزاء. كره للنجم الرياضي الساحلي عمار جمل، يمشي للجمل شي يعمل بالكره مع كريم العريبي، كريم العريبي يحاول يوزع، كريم العريبي كره اولى مره ثانيه يتعدى، لا موجود رامي بوشنيبه، رامي بوشنيبه ولا مخالفه، المخالفه على الجزائري كريم العريبي المنتدب في هذا الميركاتو لتعويض رحيل امين الشرميتي وايضا عمرو مرعي، ولكن الى حد الان ما شفناش الامكانيات اللي سمعنا عليها لهذا اللاعب الجزائري، لم يسجل ولا هدف الى حد الان مع النجم الرياضي الساحلي. ممكن بلغه الكره لاعب مازال يستنى اكثر باش يسجل، ولكن لاعب محترف مهمته هي حطان الكره في الشبكه هو التسجيل، وهذا اللي ما شفناهوش خاصه في المباراه الاخيره قلنا على المستوى القاري بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي امام ساليتاس البوركيني. سلامات ان شاء الله لرامي بوشنيبه لاعب الشبيبة القيروانية الظهير الأيمن، حمل القميص 32 أمامكم على الصورة، كان مقعد البودلال للنجم الرياضي الساحلي لطوال اللي في الجولة 13 كان ربح الإفريقي خارج القواعد 1-0، الشبيبة القيروانية أيضا كان الفوز هنا في ملعب حمد العواني على المستقبل الرياضي بجابس 2-1، هذه الإعادة كانت تدخل من لاعب النجم الرياضي الساحلي على المدافع رامي بوشنيبة اللي يقوم لباس وباش يرجع للمباراة. طويلة كرة التماس خارج الميدان، ضربة التماس تعود للنجم الرياضي الساحلي، كرة تعود للإتوال، قبل هذا ثم كرة على الميدان يلزم إخراجها، والتماس لعمار الجمل
ننتظر ان يرتفع النسق اكثر في مباراه اليوم. علاش لا نشوفوا هدف في هذا الشوط الاول، ممكن يغير شويه وجه المباراه. ولا كره لمحمد امين بن عمر، يربح المخالفه متوسط ميدان النجم الرياضي الساحلي بعد الضغط من اسامه الرمضاني. تتنفذ المخالفه بسرعه، يمشي العواضي، كره الى زياد بوغطاس، يمشي بوغطاس الوجدي كشريده، يعمل كنترول كشريده، العوده لبوغطاس مره اخرى. صدام بن عزيزه يلعب الكره لمحمد امين بن عمر، يمشي بن عمر، يحاول يتعدى محمد امين بن عمر، يلعب الكره مع كريم العواضي، عواضي ليهب المساكني، كان ضيع ضربه جزاء في مباراه الذهاب، تصدى لها الحارس علي الفريوي وسجل ايضا هدف. مباراه كيف ما قلنا وفات 3-0 للاتوال في شوط اول، وقتها 3 أهداف تسجلوا وضربه الجزاء اللي كان ضيعها. هذه كره والهفوه من حارس الشبيبه القيروانيه، ويرجع وياخذ الكره علي الفريوي، كاد يتسبب في خطا قاتل في هذه المباراه بعد ما حاول المراوغه بزوز ملاعبيه من نجم الرياضي الساحلي. شوف الكره الارجاع، يعمل المراوغه مره اولى ثم الضغط من كريم العريبي مره اولى ومره ثانيه، يخلط ايهاب بالمساكني، ولكن العوده لحارس الشبيبه يصلح الخطا ويرجع الكره للشبيبه القيروانيه. في كره القدم الفلسفه زايده ساعات، يعني كره عاديه كان ممكن يرجعها حتى للتماس باش يبعد الخطر على مناطق الشبيبه، ولكن ضغط ملاعبيه الاتوال واضح في منطقه الجزاء، كاد يكلف الشبيبه هدف اول في المباراه اللي وصلنا فيها الى 26 دقيقه، والنتيجه ما زالت متعادله الى حد الان. زوز فرق نستناو منهم الكثير في هذا الشوط الاول، خاصه انه الاتوال تقريبا من جمله 20 هدف اللي مسجلهم في بطوله هذا الموسم 12 كانوا في الشوط الاول. جي اس كا ايضا ممكن الاهداف نتاعو اكثر سجلها في الشوط الثاني، يعني بين شوط اول كان فيها الامتياز الى حد الان في البطوله للاتوال، والشوط الثاني ممتاز فيها للشبيبه. ننتظر اليوم شكون اللي باش يكون عنده الامتياز، اما الاتوال او جي اس كا. ترجع الكره من علي الفريوي طويله في مناطق النجم الرياضي الساحلي، صدام بن عزيزه من سلاوي، يربح المخالفه، يربح المخالفه مدافع النجم الرياضي الساحلي بعد تدخل من الايفواري لامين سيلا، يعتذر من صدام بن عزيزه، ومحلاه روح رياضيه الى حد الان بين الزوز فرق. كره لمحمد امين بن عمر، يلعب كره طويله في اتجاه كريم العريبي، العريبي معاه موجود المدافع جينيور توماس، جينيور يخرج الكره، بوادر طيبه لهذا اللاعب الكاميروني لحد الان في دفاع النجم الرياضي الساحلي، ياخذ فرصته منذ البدايه في التشكيله الاساسيه، وترجع الكره من جديد لكريم العواضي، عواضي يرجع الكره الى عمار الجمل، يمشي الجمل يلعب الكره مع فراس بالعربي، والمخالفه، مخالفه باشاره من نعيم حسني حكم المباراه على رامي بوشنيبه لفراس بالعربي. امامكم على الصوره تمريره من عمار الجمل لفراس بالعربي، والضغط من رامي بوشنيبه، وضربه المخالفه للاتوال، ضربه المخالفه موجوده على الكره فراس بالعربي. لاعبيه الشبيبه القيروانيه كلهم في المناطق الدفاعيه، وعلى الكره فراس بالعربي، هم لاعبيه النجم الرياضي الساحلي تقريبا ايضا الكل في منطقة الشبيبة القيروانية. كرة تتنفذ وضربة المخالفة ما كانتش توزيعة ممتازة، ترجع يضغط كريم العريبي، يفك الكرة يصلحها رامي بوشنيبة، وتمشي كرة من جديد للشبيبة القيروانية، يمشي أسامة الرمضاني، رمضاني يتيح المخالفة، المخالفة وتدخل من محمد أمين بن عمر، تتنفذ الكرة بسرعة وتدخل كريم العواضي، العواضي في الوقت المناسب يحط الكره في التماس رامي بوشنيبه، يلعب الكره مع مصعب ساسي، يعمل الكنترول قدامه دفاع النجم الرياضي الساحلي، يحاول يتعدى، يمشي كريم العواضي، يربح المخالفه كريم العواضي المره هذه، كريم العواضي يربح هو ضربه المخالفه، ويرجع الامتلاك للنجم الرياضي الساحلي مع اقترابنا من نصف ساعه لعب اولى في المباراه. دائما النتيجه متعادله دون اهداف، حتى الفرص تكاد تكون غايبه الى حد الان. مباراة مغلقة تماما، مباراة دفاعية للشبيبة القيروانية مع الاعتماد على الهجمات المعاكسة، في المقابل النجم الرياضي الساحلي اللي قاعد يبني في الهجمات، اللي قاعد يحاول من الرواقين الأيمن والأيسر من وسط الميدان من وسط الدفاع، ولكن إلى حد الآن الكرة
مازلنا ما شفناش فيها برشا لاعب برشا فنيات. ترجع مقطوعه ولكن فراس بالعربي يضيع الكره يا اخوها جينيور. جينيور توماس يرجع الكره للامين سيلا، يدافع يقاتل لامين سيلا على كورتو ويربح المخالفه. يمشي الكاليتراوري للعب ضربه المخالفه الغيني. الكاليتراوري يخلي الكره لاسامه الرمضاني. اسامه الرمضاني في لعب كره المخالفه بسرعه يلعب الكره مع لدحنوس. العوده لوسط الميدان للكاليتراوري. الكاليتراوري خرج الكره دائما للشبيبه القيرونيه والرايه موجوده المره هذه. الرايه من المساعد الثاني هيكل الضاوي وتعود الكره بسرعه للنجم الرياضي الساحلي محمد امين بن عمر. يمشي يتعدى بن عمر. بن عمر يلعب الكره مع ايهاب المساكني. قصيره كره المساكني ما توصلش، ترجع لرامي بوشنيبه. رامي بوشنيبه يخرج كره طويله لامين سيلا بالراس. يا لامين سيلا يعطي الكره لمصعب ساسي. ساسي في منطقه الجزاء يعمل بالكره قدامه زياد بوغتاس، سكر على روحه برشا في الكره الاخيره والتوزيعه في منطقه الجزاء بالراس لعويشي يتيح عمار جمال ويرجع الامتلاك لفراس بالعربي. فرصه ما حسنش استغلالها الشبيبه القيروانيه في اللقطه الاخيره والمخالفه تعود للنجم الرياضي الساحلي. كانت فرصه مواتيه لمصعب ساسي ولكن التباطؤ نوعا ما وايضا التدخل الممتاز لزياد بوغتاس في الوقت المناسب. ترجع الكره محمد العويشي لامين سيلا. لامين سيلا يحاول يتعدى مصعب ساسي، عنده الكره مصعب ساسي يعمل المراوغه يخلط يهب المساكني ويرجع الكره في اتجاه النجم الرياضي الساحلي وجدي كشريده يحاول يتعدى ويربح المخالفه. يربح المخالفه الظهير الايمن للنجم الرياضي الساحلي وجدي كشريده. يمشي الحكم نعيم حسني للاطمئنان على وجدي كشريده. هذه الاعاده وجدي كشريده يتعدى بالكاليتراوري ولكن الغيني يرتكب المخالفه يرتكب الخطا. ان شاء الله سلامات للاعب النجم الرياضي الساحلي وجدي كشريده. امامكم على الصوره لاعب شاب للاتوال قاعد يفرض في روحه في التشكيله الاساسيه. وهذه الاعاده للكره اللي ضيعها مصعب ساسي، ضيع المراوغه كانت زايده تقريبا ثم انه نلقاه تواجد زياد بوغتاس في الوقت المناسب خلى الكره تضيع. لمار اكيد يخمم يفكر بين الشوطين شنو ينجم يعدل شنو ينجم يغير في تشكيله النجم الرياضي الساحلي، خاصه ايجاد الحلول للكثافه العدديه لملاعبية الشبيبة في المناطق الدفاعية والهجومات المعاكسة وهذه واحدة منهم. ترجع الكرة للشبيبة القيروانية محمد العويشي ما توصلوش الكرة، موجود عمار الجمل. عمار الجمل يرجع الكرة مكرم البديري. زياد بوغتاس صدام بن عزيزة. يمشي بن عزيزة لمحمد أمين بن عمر. بن عمر بن عمر يلوج على الحلول مرة أخرى. يرجع للدفاع إلى زياد بوغتاس. زياد بوغتاس بوغتاس يلعب الكرة دائما للنجم الرياضي الساحلي هب المساكني إلى كريم العواضي. عواضي محمد أمين بن عمر ما يعملش الكونترول ولكن ترجع الكرة دائما للنجم الرياضي الساحلي وجدي كشريدة. يمشي كشريدة يوزع الكرة في منطقة الجزاء. ماهر الحناشي يوزع الكرة الحناشي في منطقة الجزاء. كرة ترجع للنجم الرياضي الساحلي مازال الضغط للإتوال وكرة لمحمد أمين بن عمر. يبدل من اليسار لليمين من اليمين لليسار والحلول المفقودة إلى حد الآن مع تواجد ملاعبية الشبيبة والوقفة الدفاعية الممتازة بقيادة جينيور توماس وسليم باشا. كرة لمحمد أمين بن عمر. يطلع زياد بوغتاس للمعادلة الهجومية. يمشي بوغتاس إلى وجدي كشريدة. وجدي كشريدة يرفع كرة في منطقة الجزاء. رامي بوشنيبة مازال الاختار للنجم الرياضي الساحلي. عمار الجمل يرجع الكرة الدفاع ويرجع الضغط من فراس بالعربي. فراس بالعربي على محمد العويشي. يمشي رامي بوشنيبة ممتاز يخرج الكرة رامي بوشنيبة وهجمة معاكسة للشبيبة القيروانية. لامين سيلا غير موجودة للتسلل غير موجودة للراية. يمشي لامين سيلا قدامه محمد أمين بن عمر يحاول يلعب الكرة ولكن يتباطأ مرة أخرى لامين سيلا وعودة بن عمر ممتاز في الوقت المناسب. يمشي محمد أمين بن عمر يتيح بن عمر أولا سلامات. إن شاء الله كانت التدخل الأخير من لامين سيلا إن شاء الله ما تكونش الإصابة لمحمد أمين بن عمر. نعرف كان بعيد على الميادين من مدة يعاني من الإصابة. اليوم رجع للتشكيلة الأساسية وعودته أكيد ستكون مفيدة أيضا للمنتخب الوطني التونسي. أمامكم على الصورة يتوجع محمد أمين بن عمر
ان شاء الله الاصابه ما تكونش اختيره لمحمد امين بن عمر اللي يشير للمقعد البدلاء بالتعويض. على ما يبدو انه باش يكون بعد شويه تعويض اضطراري في تشكيله النجم الرياضي الساحلي. باش ترجع الكره تخرج خارج الميدان وفرصه للاطمئنان على محمد امين بن عمر. يمشي الحكم الرابع وليد المنصري لاخراج بن عمر خارج الميدان للتداوي مع الاطار الطبي. وترجع الكره بمخالفه للشبيبه القيروانيه. على دحنوس يلعب الكره طويله في دفاع نجم الرياضي الساحلي كالعاده زياد بوغطاس. صمام الامان الى حد الان في دفاع النجم. كره لماهر الحناشي. ماهر الحناشي خرج الكره ترجع من جديد لمصعب ساسي. مصعب ساسي يلعب الكره للشبيبه القيروانيه لاسامه الرمضاني. يتعدى الرمضاني والمخالفه. المخالفه بعد التدخل من كريم العواضي. عواضي كانت تحصل على الورقه الحمراء في مباراه النادي البنزرتي في ملعب سوسه مع نفس هذا الحكم، مع الحكم نعيم حسني. وقت الانذار الثاني كلفوا الورقه الحمراء. اليوم نعيم حسني حاضر في المباراه والكريم العواضي كان قام بالمخالفه الاخيره. يرجع محمد امين بن عمر لكن قبلها موجود على ارضيه الميدان اسامه الرمضاني صاحب العمليه الاخيره للشبيبه القيروانيه. 36 دقيقه لعب في المباراه، صفر للشبيبه صفر للنجم. خالد المولي امامكم على الصوره ايضا يخمم ويفكر، خاصة أنه نستناو شوط ثاني تكون فيها تغييرات، تكون فيها الأمور التكتيكية ممكن متغيرة نوعا ما مقارنة بالشوط الأول، باعتبار كل مدرب وتفكيره كل مدرب وشنية خمم بين شوطي المباراة في حجرات الملابس. باش ترجع على الكرة بضربة المخالفة. مخالفة للشبيبة القيروانية. محمد العويشي على الكرة صحبة مصعب ساسي. تقدم كل لاعبي الشبيبة للمناطق الهجومية وعودة كل لاعبي النجم الرياضي الساحلي للدفاع، خاصة أن الكرات الثابتة خطيرة إلى حد الآن للشبيبة القيروانية. ترجع كرة من صدام بن عزيزة، يتيح لمين سيلا أو جونيور توماس وترجع الكرة طويلة للشبيبة القيروانية يقطعها على دحنوس. كرة الهدف الأول، والهدف الأول، الهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي. خطأ في دفاع الشبيبة، خطأ في إرجاع الكرة من على بن دحنوس وفراس بالعربي في الانتظار. فراس بالعربي ينقض على الكرة ويسجل الهدف الأول في توقيت بالضبط 37 دقيقة لعب. هذه الإعادة خطأ كبير من مدافع الشبيبة القيروانية من القائد على بن دحنوس في إعادة الكرة، رغم انه كان متابع من فراس بالعربي. كورته قصيره لحارس المرمى علي الفريوي. تكلف الشبيبه هدف في توقيت 37 دقيقه لعب في وقت ممتاز يسجل النجم الرياضي الساحلي. حكيت على الاهداف اللي ديما ما كانت حاضره بين الزوز فرق، هو الهدف اليوم يكون بامضاء النجم الرياضي الساحلي الهدف الاول في المباراه. امامكم على الصوره صاحب الهدف فراس بالعربي رقم 18. فراس بالعربي يسجل الهدف اليوم وثاني اهدافه في بطولة هذا الموسم في رأس العربي مع النجم بعد هدف كان سجله في الجولة الرابعة امام الاتحاد المنستيري. يعود لزيارة الشباك في الجولة 14 امام الشبيبة القيروانية بعد خطأ فادح من القائد. قائد الفريق يرتكب خطأ من هذا النوع يعني واضح انه ما ثماش تركيز من لاعبية الشبيبة اللي كان عندهم ضربة مخالفة يعكس بها الاطوال الهجمة ويسجل منها الهدف الاول. ترجع الكره والتوزيعه في منطقه الجزاء. كيفاش باش يتصرف رجل مير مع هذا التقدم في ملعب القيروان خارج القواعد، وايضا كيفاش يتصرف خالد المولي مع تاخر في النتيجه رغم انه وقف الدفاع على الشبيبه كانت ممتازه الى حد الان في مباراه اليوم، ولكن خطا دفاعي فادح كلف الجي اس كا هدف أول في المباراة. إعادة لضربة المخالفة الأخيرة. والكرة هنا ثم المناوشات، إن شاء الله ما تحمرش الورقات إلى حد الآن ما ثماش الإنذارات في مباراة اليوم، ولكن التصرفات الجانبية ممكن تكلف بعض الورقات، ممكن المناوشات أيضا والنقاشات مع الحكم تكون زايدة. مباراة نظيفة إلى حد الآن. ننتظر قرار الحكم. على هناك مخالفة للشبيبة
أو هي للنجم الرياضي الساحلي. لاعبية الشبيبة يطالبوا بأنه ثم كانت كرة والاعتداء على لاعب، ولكن الحكم نعيم حسني كان قريب من اللقطة الأخيرة. ننتظر الإعادة باش نعرفوا شنو اللي صار بالضبط. خالد المولي يفكر أكيد يخمم، كان في المحسوب أنه على الأقل يخرج الشوط الأول متعادل. هذه الإعادة مرة أخرى للكرة، كان موجود الحكم نعيم حسني. نعيم حسني كان قريب من اللقطة ويرجع الكرة بمخالفة حالية للنجم الرياضي الساحلي. 40 دقيقة لعب في الشوط الأول، 40 دقيقة متقدم فيها النجم الرياضي الساحلي بهدف فراس بالعربي. الدقيقة 37 تأتي بالجديد في مباراة اليوم في المواجهة، عدد 72 بين الشبيبة والنجم الرياضي الساحلي. هل يكون الانتصار 45 للإتوال أو عدد 16 للجي اس كا أو 13 للتعادل؟ الكرة بين أقدام الملاعبية، والملاعبية هما وحدهم اللي نجموا يجاوبوا على السؤال بعد نهاية المباراة. كرة ترجع لكريم العريبي أمام جونيور، جونيور توماس يخرج الكرة ولكن قبلها المخالفة، المخالفة بإشارة من نعيم حسني. تعود الكرة للشبيبة القيروانية، يمشي على بن دحنوس، يرجع الكرة لأليوس سيلا، والكرة إلى التماس بعد تدخل من زياد بوغتاس. كرة في التماس، يمشي للتنفيذ وضربة المخالفة. الإشارة من الحكم نعيم حسني يقول المخالفة تتنفذ بسرعة. من عيكالي تراوري يمشي سيلا يرتكب المخالفة، أيضا سيلا يرتكب المخالفة على المدافع زياد بوغتاس، ويعود الامتلاك للنجم الرياضي الساحلي المتقدم في النتيجة. النجم اللي كان ضاغط، اللي كان مسيطر على الكرة طيلة هذا الشوط الأول، ولكن هجومات معاكسة كانت خطيرة للشبيبة القيروانية. ما لقاش الحل النجم الرياضي الساحلي خاصة لمباغتة دفاع الشبيبة، ولكن الحل لقاه على بن دحنوس في إرجاع الكرة الخاطئة لحارس مرمى ويستغلها في راس بالعربي. وهذه قوة الملاعبية اللي من نصف كرة، من كرة ما تعني حتى شيء، ينجم يصنع منها هدف. استنى وانتظر الخطأ من على دحنوس وسجل به الهدف الأول إلى حد الآن في المباراة. تعود الكرة إلى زياد بوغتاس، يمشي بوغتاس صدام بن عزيزة، بن عزيزة عنده الكرة، يرجع لزياد بوغتاس، بوغتاس إلى وجدي كشريدة، وجدي كشريدة بوغتاس مرة أخرى. خذوا هات بين ملاعبية النجم الرياضي الساحلي، الكرات القصيرة في المنطقة الدفاعية، خليه أكثر ملاعبية الشباب يقدموا للمناطق الهجومية. يمشي يضغط لمين سيلا، يمشي يضغط على مكرم البديري، يخرج الكرة طويلة مكرم البديري، مقطوعة من أسامة الرمضاني للتماس، التماس للنجم الرياضي الساحلي. الكرة تعود إلى محمد أمين بن عمر، بن عمر عنده الكرة، كريم العواذي، عواذي يهب المساكني، يرجع المساكني لصدام بن عزيزة، صدام بن عزيزة، مازال النجم الرياضي الساحلي نفس الأسلوب تقريبا قاعد يلعب به منذ بداية المباراة حتى مع التسجيل للهدف الأول. وترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي محمد أمين بن عمر، والهدف الثاني، الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي، هدف ثاني للإتوال، وتمريرة ممتازة في اتجاه ماهر الحناشي اللي سجل الهدف الثاني. ماهر الحناشي في توقيت 43 دقيقة لعب، حناشي يضيف الهدف الثاني بعد خطأ دفاعي آخر. شوف الضغط من كريم، من محمد أمين بن عمر، كرة لماهر الحناشي، تصويبة أرضية غلط بها مرة أخرى الحارس محمد الفريوي. هذه الإعادة مرة أخرى، وهذه الكرة والصورة لهدف ثاني للنجم الرياضي الساحلي في هذا الشوط الأول. هدف ثاني من ماهر الحناشي في توقيت 43 دقيقة لعب، قبل زوز دقائق على النهاية، يخلي في الكونتور ثلاثة أهداف إلى حد الآن للحناشي، بعد هدف في الجولة الرابعة مع المستير، هدف في الجولة 12 مع الملعب التونسي، وهدف في الجولة 14 مع الشبيبة القيروانية. ثلاثة أهداف لماهر الحناشي، اللاعب اللي عمل عليه النجم الرياضي الساحلي تقريبا في معظم المباريات الأخيرة سواء قاريا أو محليا. اثنين صفر في شوط أول، شنية باش يعمل خالد المولي بين الشوطين، شنية باش يبدل، شنية توصياته
خاصة أن النجم الرياضي الساحلي سيطر تقريبا على الشوط الأول، ما فماش برشا فرص صحيحة، ولكن استغل الكرات والأخطاء في دفاع الشبيبة القيروانية. حكيت على تواجد سليم باشا وجينيور توماس، ولكن زوز أخطاء دفاعية كلفت الفريق زوز أهداف. ضغط ملاعبية الإطوال كلف زوز أهداف إلى حد الآن، والنجم الرياضي الساحلي ممتاز في هذا الشوط الأول. الإطوال اللي أكيد بعد مجهودات بدنية كبيرة في المباريات الأخيرة، ماراثون من المباريات سواء قاريا أو محليا أو عربيا. الإطوال اللي باش يكون على موعد مع المريخ السوداني في نصف نهائي البطولة العربية 27 فيفري في ملعب سوسة ذهاب. المريخ اللي دربه التونسي ايضا يامن الزلفاني، اكيد ستكون مواجهه كبيره برشا، مواجهه صعيبه خاصه بعد المردود الممتاز البارح للمريخ امام مولديه العاصمه الجزائري في السودان، والفوز ب 3-0 تخليه موجود لملاقات النجم الرياضي الساحلي. اعاده مره اخرى للقطه الاخيره والمخالفه لحارس النجم مكرم البديري، النجم اللي باش يكون على موعد ايضا لحد القادم في ملعب سوسه مع المسابقة القارية والجولة الثالثة من أجل أولى الانتصارات في المجموعة الثانية. كرة المخالفة تعود بسرعة مع تجاوز ال 45 دقيقة ب 30 ثانية تقريبا الوقت البديل في هذا الشوط الأول، متقدم فيها النجم الرياضي الساحلي أداء ونتيجة. كرة تعود إلى وجدي كشريدة، وجدي كشريدة والمخالفة ترجع للنجم الرياضي الساحلي بعد كرة أخيرة من لامين سيلا. هذه الإعادة مرة أخرى وتدخل لامين سيلا على وجدي كشريدة. ضربة المخالفة باش ترجع للنجم الرياضي الساحلي. يمشي محمد أمين بن عمر، يلعب الكرة محمد أمين بن عمر، دائما الكرة للنجم الرياضي الساحلي في المناطق الدفاعية. يمشي صدام بن عزيزة، بن عزيزة يرجع الكرة لمحمد أمين بن عمر، بن عمر كرة لأبو غطاس. الثواني الأخيرة في هذا الشوط الأول باعتبار الوقت البديل، الدقيقة الثانية في الوقت البديل، ثواني ويعلن الحكم نعيم حسني عن نهاية الفترة الأولى، والتقدم حاليا نذكر للنجم الرياضي الساحلي 2-0 بعد هدف أول من فراس بن عربي، ثم هدف ثاني من ماهر الحناشي. ترجع الكرة من جديد محمد أمين بن عمر، يرجع لحارس مرماه مكرم البديري، العودة إلى زياد بوغطاس، يمشي بوغطاس كرة لوجدي كشريدة، وفي اللحظة هذه بالذات يعني الحكم نعيم حسني. 45 دقيقة أولى من مباراة الشبيبة والنجم الرياضي الساحلي، مباراة مؤجلة الجولة 14 لبطولة رابطة المحترفة الأولى، فترة أولى متقدم فيها النجم الرياضي الساحلي 2-0، هدف أول من فراس بن عربي دقيقة 37، وهدف ثاني من ماهر الحناشي في 43 دقيقة لعب، 2-0 في انتظار شوط ثاني. إن شاء الله نتلقاو بعد قليل بعد ربع ساعة من توا للنقل المباشر على القناة الوطنية الأولى.